لحم الزروالي وديما راجل. حضور جماهير الرجاء البيضاوي كان بالدرجة الأولى تكريما لروح اللاعب زكريا الزروالي، ولأن الرياضة والفن والإعلام جسد واحد كان الكل حاضرا لتكريم الراحل. المشاركة ديالنا ولو رمزية بهذه المقابلة اللي درنا تكريما لروح الفقيد اللاعب الدولي السابق الرجاوي زكريا الزروالي. توصلت فوق ما أزيد من 20 لافتة تتمثل جميع الفرق المغربية والجميع المحبين اللي تتساندنا في هذا اليوم التأبيني. الله يرحم زكريا الزروالي اللي عطى الشيء الكثير لفريق رجاء البيضاوي. أتمنى من كل العائلة القادرة أن نكونوا درنا بصمة بسيطة حق اللاعب هذا. العائلة الصغيرة للزروالي لا زالت لم تستوعب ما حدث في أول مباراة للرجاء دون أحد أبنائها. اختو عند خويا اللي كان عزيز عليا بزاف، وكان بينو بينو اتصال دائم، وكان في الغربة. الفقيد راه فقداتو العائلة ديالو الصغيرة وفقداتو العائلة ديالو الكبيرة الرجاوية، يعني لا لاعبين ولا مسيرين ولا منخرطين ولا جمهور، كلهم أبوا أن يهديوا هاد اليوم هذا للروح الفقيد. بكل الأشكال والصور لبت جماهير الرجاء نداء الواجب لتكريم لاعب صنع في السابق أفراح الفريق. اليوم يتقاسم جميع الأحزان نفسها لفقدان لاعب سيظل في قلوب الرجاويين والمغاربة جميعا. جاتنا صدمة كبيرة على فريق الرجاء البيضاوي والجمهور ديالو عامة، وكنتمنوا الصبر للعائلة ديالو، احنا ديما ما ننساوش. سيتي لو بلوس اكسيبسيونيل، ان غارسون سيريو، مي لافي تو لي بون كاليتي. Je le considérais toujours comme un fils adoptif. Bien sûr, c'est un grand malheur pour lui et pour sa famille et pour le Raja d'avoir perdu un joueur de cette qualité et un homme aussi exceptionnel, même si je ne connais pas. الكل كان حاضر للتأكيد على أن زكريا الزروالي سيبقى حيا في كل مرة يذكر فيها اسم الرجاء، وفي كل مرة تختلط فيها أحزان وأفراح الرجاويين. مباراة الرجاء وشباب الريف الحسيني بالتأكيد سينساها جمهور الرجاء سريعا، لكن الأكيد أن الجماهير الخضراء لن تنسى أحد أبنائها الأوفياء.